في إطار دعم جهود التوعية بأهمية محاربة مرض السرطان وتعزيز الدعم المستمر لمرضى السرطان ومحاربيه، نظم عدد من الشباب الفعال في المجتمع مسيرة للركض في حدائق الحسين في العاصمة لمحاربة هذا الداء وتحويله إلى قصص نجاح. جاءت المشاركة من أفراد عدة لرفع مستوى الوعي حول المرض، بما في ذلك بعض المرضى، كأحد أبرز الأنشطة والفعاليات التي تهدف لتمكين أفراد المجتمع المحلي بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز القيم المشتركة فيه. طبعا احنا جمعنا كل الناس اللي بيركضوا واللي ما بيركضوا عشان نقدر نحمس الكل لحتى يشارك معنا بهذا اليوم الرياضي واليوم العالمي ضد الكانسر، اللي هو بيقول لك اي ويل ان اي ام، احنا رح نقتل هذا المرض من خلال الرياضه ومن خلال الركض والاشياء الحلوه، عشان نقدر نوصل صوت كل مريض سرطان وكل شخص توفى له شخص مريض بالسرطان، وشو كل مريض حتى عانى ومرق برحلة العلاج ورحلة الشفاء بصبر وبشجاعة. مشان هيك احنا عم نناشد الكل انه يحافظ على حاله ويبلش بخطوات صغيرة تقدر تساعده انه يتغلب على هذا المرض. كيف؟ عن طريق الرياضة، عن طريق الأكل الصحي، عن طريق الصلاة، عن طريق الإصرار. حبيت أجي وأكون موجود وأدعم بهيك رسالة يعني سامية وفيها عطاء وفيها يعني تعاطف مع الآخر وتكون جنبه وتحس معه.